بصراحة اليوم قدمنا في الورشة فيما يتعلق بمهارات وقدرات القائد التعليمي، ما هي المهارات التي تميز قادة عن الآخرين، وما هي المهارات الأساسية التي يحتاجها القائد بصورة عامة والقائد التعليمي بصورة خاصة، خاصة أن في اهتمام كبير من قبل القيادة الله يحفظها في الدولة بتطوير مهارات القائد التعليمي لأنه هو أساس تطوير العملية التعليمية. تطرقنا أيضا لقانون جال، حيث أن كان عنوان لورشة اليوم هو سبل تطوير القائد التعليمي عن بعد باستخدام قانون جال، حيث يعتبر هذا القانون من القوانين الحديثة والتي تفتقر المكتبة العربية للأبحاث في هذا المجال، في مجال قانون جال. طبعا كان في نقاش كبير انه ما هي المهارات التي يحتاجها القائد التعليمي، كانت في تفاعل كبير الحمد لله من الحضور، كان في تساؤلات كبيره لديهم عن بعض المهارات التي تميز قاده عن الاخرين، ايضا كان في تساؤل كبير انه شلون نستخدم القانون هذا لتطوير مهارات القائد التعليمي ولماذا القائد التعليمي. وطبعا شرحنا لهم خلال الورشه اللي هي مهارات مثل اتخاذ القرار، مهارات التواصل الفعال، وما هي المهارات التي يحتاج القائد أنه يركز عليها أكثر في التعامل عن بعد عن أنه يكون قائد في مجال العمل التقليدي أو العادي.